ودوزنا شي قانون النكهه ديالو رجعية، دوزنا شي مرسوم رجعي، دوزنا شي حاجه تخلينا فيها عن الحريات، دوزنا شي حاجه كانت ضد الاقتصاد الوطني، دوزنا شي حاجه كانت ضد الامور الاجتماعيه. الاخوان انا كنجاوب وغنسالي الله يخليكم، راه كاين اصول ديال الديمقراطيه صافي بركه، انا كنجاوبكم والسلام عليكم وزيد فيكم واش راه تحاور. الله يخليك دير هادشي تبارك الله عليك. شكرا. المباشر ديال الصحراوه 63 صحراوي تدمجوا مع المباشر المباشر. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك. كاين مؤسسات كاين مؤسسات كاين مؤسسات نتعامل معها. الله يخليك الله يخليك. شوف 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 اسمع 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 مزيان اسمع اسمع مزيان باش ما يبقى تبومب عليا حتى انا اسمع مزيان. يتعين ان تتخذ جميع القرارات وان تنفذ من اجل ربط الاعتبار لهذا الاقليم وللاقاليم المجاوره بما عانى منه من انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان والمعتقلات اللي كانت موجوده هنا واللي كنا حنا كنندو بها في الوقت لاخرين كانوا عارفينها وضاربين الطم عليها. هذه 10 سنين وهذه 15 عام خاصها تقاد وتولي مرافق اخرى من اجل ان الذاكره تبقى حاضره. فبس على الاجتماعيه ما تكلموش معنا وكاننا حنا جايين معقدين جالسين كندافعوا حنا على بعضنا. هذا الاخوان ما تنساوش شكون حنا، ما تنساوش بان مرات قتلنا الناس، ما تنساوش بان مرات درنا الحباسات، ما تنساوش بانه راه حنا مناظرين ديالنا عمروا هاد السجون اللي قريب منكم وسجون اخرى، ما تنساوش ها هو مناضل عضو مكتب سياسي ها هو دوز 5 سنين من حياته متفقين. ما تنساوش هذا الشيء باش تزايدوا علينا من هذا المستوى. حنا معكم حنا معكم ومع هذه الاقاليم ومع ساكنتها من اجل ان السطول يرتفع. اذا كانوا مناضلين او فاعلين اللي في مستويات متعدده اما في الجامعه اما لانهم حملوا اللواء الامازيغيه اما 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 اللي تعرضوا للشطر او تعرضوا لانتهاك ديال الحقوق ديالهم حنا معاهم. صافي فضينا واخا الى فضينا هذا الشيء. كاين قرار في اطار مسلسل ديال سميتو الانصاف والمصالحه من ضمن هذه القرارات كاين قرار يقول هذوك الصحراوه خصهم يدمجوا في الوظيفه العموميه. تفرضات على الحكومه ما الحكومه كتعتبر اليوم وهذا موقف شرير وشجاع بانه التوظيف المباراه هذا هي المساواه هذه هي العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه الحقيقيه هي هذه والا غندخلوا في سيرات الوفود غندخلوا في الريع غندخلوا في واحد العدد ديال المقاربات اللي غتجعل بانه دائما الاخوان دائما فينا هو الدستور. الدستور هادشي اللي كيقول الدستور هادشي اللي كيقول التوظيف المباشر ما كاينش في الدستور نهائيا. راه قلت لك ما كاينش في الدستور ما كاينش ايوا راه قلت لك كاين قرار ديال الانصاف والمصالحه ما كاينش الدستور ما يكون حتى بوش شوات. صافي 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 الله يخليكم الله يخليكم صافي 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 يا الاخوان الله يخليكم الله يخليكم. في دفعتي الاولى وبالنسبه غير كاين ما يناهز برنامج يدرس اليوم ديال 200 ما يزيد على 280 مليون درهم و260 مليون درهم رقم عندي في السياره اللي غتكون فيهم مساهمه ديال الوزاره ب 83 مليون درهم يعني تقريبا
قلتها لكمش، لأن ما جايش ندير أنا الدعاية، ما جايش ندير حملة انتخابية. الانتخابات باقي لها عام، واش دخلنا عليكم بالله بغيتو تمنعونا ما نبقاوش نديرو التجمعات؟ ما نبقاوش نتلاقاو مع المواطنين؟ واش لأن البعض ما عندوش الشجاعة يجي يلقى عند الناس يتناقش معاهم؟ لأن عارفين بأن عبد الله شغي كيفاش غيديروا لهم. بغيتيونا حنا نوقفوا أي نشاط سياسي؟ ما نبقاوش نشطوا؟ ما نبقاوش نجتمعوا مع الناس باش تقولوا لنا هذه حملة انتخابية؟ الحزب السياسي لاش كيصلاح؟ لاش كيصلاح إلا غيبقى سد عليه بالبيرويات والمناضلين ديالو المسؤولين ديالو خاصة المسؤولين الأولين ديالو جالسين سادين عليهم في الرباط ولا في الدار البيضاء، لاش يصلحوا؟ إذا حنا جايين دايرين حملة سياسية للتعريف بحزبنا وبمواقفه والدستور يقول لنا ذلك. الدستور كيطلب منا أننا نعطوا المواطنين والمواطنات والمنافسة مفتوحة. واش هاد القاعة ديالنا خلاها لنا الولي؟ أي راه ديال الجميع، هادي عرض، هادي ملك جماعي، ياخذها السبت الجاي ولا الحد الجاي. ما كتعطاش لأي واحد، كتعطى سيدي يعطي والد من ما كان، كتعطى للجميع. وإلا ما تعطاتش، وإلا ما تعطاتش الحزب السياسي أي مكان. أنا مستعد مستر بيان تنديدي لذلك، لأن هذه حملة ديال المواطنين والمواطنات. صافي، ما كاين لا حملة ولا جوج. تكلمتي على القناة ديال الأمازيغية، الله يخليك، علاش كتغلطوا الناس؟ علاش كتغلطوا الناس؟ وقلتيو بأنه يا سمحتي راه الأخ العزيز، أتكلمتي يا صديقي يا شيخ المركب هما اللي كيهضروا. أتكلمتي يا الأخ، أتكلمتي، هذه راه ماشي ديمقراطية. شوف 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 قرا مزيان، الله يخليك، الأخ 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 الأخ، عرفتي شنو مكتوب هنا؟ عرفتي شنو مكتوب هنا؟ حزب التقدم والاشتراكية في إطار الحق الدستوري ديالنا، حنا اللي منقلين التجمع. إذا حنا اللي عندنا الوقت الأوفر باش نوضحوا مواقفنا. كاين شي حد آخر عنده شي ميل آخر ولا توجه آخر يجي يحط هنا حزب العصر ولا شي حاجة؟ ويتكلم العام مرة. والله بعد حنا نقول لكم واحد القضية، حنا ما فيناش هاد الترابي هادي، والله ما غايجيو المناضلين ديالنا يعمروا القاعة هنا ويبقاو يشكسوكم وياخذوا الكلمة، والله ما غايديروا هادشي. الله يخليكم، تنكلفوا هضروا مع الناس، شغلكم قنعوا قنعوا. واش تجيو عند الناس هنا أمامي وبحضوري وتقولوا لي بأنه القناة الأمازيغية لما تأسست أنا ساهمت أنني خليت غير البعض ما عرفتو الشيهات ولا شنو بغيتو تقصدو نذكرهم، وأنا القناة الأمازيغية أنا لي الشرف بأنني فعلا مررت قرار سياسي بأن تكون. وأنا مفتخر بذلك. ثانيا اشتغلت مع كل من الفعاليات من اجل البلوره ديال الشبكه ديال هذه القناه، كيفاش غتكون الامكانيات الماليه ديالها الى غير ذلك. ثالثا وهنا في الحمل الكذب قصير، مشيت من وزاره ماشي غير الادماج الاقتصادي، ماشي غير الادماج الاجتماعي، الادماج السياسي كذلك ديال النخب اللي متواجده على مستويات متعدده. حنا على اي حال هو واحد زعيم شبابي احتفل به على مستوى دولي وهو عضو مناضل في حزب التقدم الاشتراكي وعضو مجلس التنسيق، هو من عندكم، هو مننا، ودفعناه وعاد مشى لبروكسل تسلم الجائزه ديالو. فبالتالي تأكدوا بأنه بالنسبة لنا احنا من هذه الناحية ما يمكننا إلا نمشيو في هذا في هذا في هذا الاتجاه. النفق ديال تيشكا هذا مطلب كبير أساسي ومن الأوراش الكبرى التي نطمح إلى أن تكون. نحن نبارك لهذه الفكرة. بالطبع ما بغيتش نكون انتهازيين، احنا في حكومة اليوم
ليش نقول لكم انا فوز الحكومه نقول لكم بوني ديم برعا هائلة انا دوك الخرين اللي معانا اللي ما بغاوش لا احنا ماشي بحال هكا دليل ذلك احنا ما كنقولوش هاد الدوب لونغاج احنا عارفين احنا مع الفكره ولا اعتقد ان كاين شي واحد ضد الفكره لكن المشكل ديالها هو بالنظر للامكانيات الماليه اللي كنتوفروا عليها اليوم في المغرب الجدوى الماليه ديالهم اليوم واش عندنا الامكانيات باش نديروها دابا شحال غتقابل علما بانه نحن ندافع على فكره ديال الاوراش الكبرى وبالتالي هذا ورش كبير هائل الى الذهب اولا غيوظف الالاف عشرات الالاف غيشغل عشرات الالاف ديال ابناء المغرب ثانيا لما يتنجز غيعاود يشغل بشكل غير مباشر الالاف ديال الناس اللي غيكتشفوا انشطه جديده عبر هذا النفق ثالثا غيفتح هذه المنطقه وغيخرجها نهائيا من العزله وغيعطي امكانيات جديده بالنسبه لبلادنا بالطبع اليوم عندنا عجز مالي عندنا مشاكل في التعليم عندنا مشاكل في الصحه عندنا مشاكل في الطرق عندنا واحد العدد ديال المشاكل اللي كتجعل انه واش الامكانيات الماليه متوفره للقيام بهذا المشروع لكن يظل مطلب مشروع يتعين ان نتعبى ولكن ماشي نتعبوا فقط باش نقولوا بالكلام نتعبوا باش نوجدوا له الامكانيات من اجل اننا نقولوا فيما يتعلق بالميزانيات ديال التنميه الحضريه بغيت نقول لكم ها هو خارج الرفيق ديال امال امداد 11 مليون ديال الدرهم كاينه ولا ما كايناش وصل مع جماعات اخرى اللي غتمشي في هذا الاتجاه شي ما كنتكلمش على اللي كان قبل كنتكلم على امور كاين ما جيتش لنا كما باش نقول لكم درت كوزاره اولا لان من ناحيه اخلاقيه كنحس بحرج انا جاي هنا كامين عام ديال بالتالي لما نكون نقوم بزياره كوزير ديك الوقت يمكن لي نتكلم معكم بما نقوم به على هذا المستوى وتكلمت لكم كذلك على البرنامج ديال سياسه المدينه اللي كان موجود بالنسبه لتنغير نفس الشيء بالنسبه للتنميه القرويه وهناك مشاريع اللي استفدت منها المنطقه الان التنميه القرويه ما بقاش تابع لي الصندوق ديال التنميه القرويه ما بقاش تابع لي ولكن يمكن لي نقول لكم بانه دوزنا قبل ما تقسم الوزارة عدة مشاريع البعض منها يخص الإقليم ديال تنغير وتعليق ديال التعمير أنا معاه كان فيها بطء وحاولوا نسرعوا أقصى ما يمكن وعدة مدن من ضمنها تنغير صوت تعاود في بعض الأحيان هناك تدخلات لوسط لها مصالح كتحاول تسعى الى انه المصالح ديالها توجدها في هذيك الوثائق ديال التعمير ويتعين محاربه هذا التوجه انا بديت مع الاسف اليوم هذا المجال هذا ما بقاش تابع لي الوكالات الحضريه ما تابعليش اليوم فبالتالي سنسعى سنواصل الضغط من اجل تسريع الاقرار بوثائق التعمير والخروج من نظام استثنائي الخروج من نظام استثنائي لانه نظام استثنائي بغينا ولا كرهنا دار باش يسهل لكن ولا كذلك كيخدم النظام ديال الريع النظام ديال الرشوه النظام ديال واحد العدد ديال الانظمه ديال الامور اللي هي في غير محلها اخيرا شكرا على طرح السؤال فيما يتعلق بالبناء والرخص للبناء وهنا بغيت نقول لكم مساله نسيت نقولها في العرض الاول ديالي انا تشولت وتشولنا معرفه وكنا درنا هذه الملاحظه هناك في هذا الاقليم وفي الاقاليم المجاوره تقنيات للبناء مواد للبناء اللي هي اللي كدير الجماليه ديال هذه المنطقه وماشي مواد البناء اللي كيمكن لها تسقط في اي لحظه او تطيح كاين هناك ما يعود الى مئات السنوات 300 سنه كاين اللي فيه 300 سنه بحال اللي قال الاخر بمعنى انه يمكننا نزيدو نبنيو هذا الشيء فبالنظر للصعوبات اللي كنت كنعرفها بان رؤساء جماعات كانوا عندهم موقف واحد اللي باغي يقدر او يوسعها
او يخلي وليداته يستافدوا كذلك يزيد بيت ولا جوج ولا ما عرفتش ولا ايطاج، كيقول لهم كنعرف غير واحده، بقى التقنيه واحده، الحديد، السيمه، الاسمنت، البيتون، البريك والبريك. وراكم شفتيو في وسط القصبات، في وسط هذا البناء اللي كيختل بهذه الطريقه الجديده. دوزنا في وزاره السكنه قبل 6 أشهر مرسوم من أجل الإقرار قانونا باستعمال المواد المحلية، طين أو غيره أو الحجر أو غيره، على حسب المناطق، حسب الجبلية، المناطق اللي مستعملة في الأقاليم المحلية. وهذا المرسوم يتعين أن يطبق، وأناديكم لأنه راه خرج، هذا نص قانوني خرج اليوم. أي واحد عنده الإمكانية والحق أنه يبني بهذه المواد المحلية، وما كاينش اللي عنده الحق يوقفه. ضف إلى ذلك بأنه درنا في هذه المواد، درنا تقنيات اللي كتجعل أنها تكون صلبة أكثر ومضادة للزلازل وقادرة أنها تصمد أكثر، فبالتالي ذلك حفاظا على هذه المواد المحلية، حفاظا على واحد التراث معين، حفاظا على واحد الحضارة معينة، حفاظا على واحد ثقافة معينة. مع الأسف بعض الرؤساء ما كينفذوش هذا الشيء، وبعض الوكالات ربما تتركه كذلك في بلورة هذا الأمر، لكن النص موجود. وأناديكم إلى أن تجعلوا من ذلك معركة، وأنادي النسيج المدني من أجل أنه يلتف حول هذه القضية، لأنها مسألة حفاظ على هوية، مسألة حفاظ على هوية. نتمنى وكونوا معنا كذلك من أجل البلورة ديال هذا الشيء. حديث شيق وطويل معكم، يمكننا نزيد ساعات أخرى. دعوني في النهاية نشكركم على حضوركم وعلى مشاركتكم وعلى معارضتكم في بعض الأحيان، تبارك الله عليكم اللي جاوا يعرضوا، تبارك الله على رفاقنا اللي نظموا هذا اللقاء على رأسهم الكاتب الأول وباقي المسؤولين ديال الفرع ورفيق عدي الشجيري ورفاق رؤساء الجماعات. شكرا لكل الفصائل السياسية التي حضرت معنا، نتمنى أنه تكون عندنا مناسبات أخرى ويستمر النضال من أجل المغرب ومؤسسات العدالة الاجتماعية. شكرا لكم.